نودي. اهلا بحضرتك كابتن ماهر، وخلينا نبدا كده بسؤال، لان انا نفسي عايز اعرف اجابه السؤال ده ليه، وهل تكررت برضو في اجيال قديمه لو جيل حضرتك قبل كده ولا لا، او بيبقى سببها ايه؟ فكره التذبذب في الاداء، يعني مش هنقدر ان احنا نقول دلوقتي النادي الاهلي اداؤه سيء جدا، لان احنا بنشوف مباريات بيتم الحسم فيها والمباراه بتخلص في الشوط الاولاني وبنجيب اكتر من هدف، هو مباريات تانية بنشوف فيها أداء غريب جدا، نستنى لل 90 بلس بتاعنا بس الماتش ما بيبقاش مستاهل 90 بلس، يعني أنت ممكن فعلا تقدر تخلص على طول وما بيحصلش، فممكن نبدأ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ذكرت كده نوان، فعلا يعني وأنا لاعب مريت بالظروف الصعبة ديت، لكن كان في مقومات تقدر تساعد إن إحنا نطلع من الكبوة دي بسرعة، وأنا مدرب برضك مريت بنفس الظروف مع اللعيبة، وقدرنا برضك إن إحنا يعني كمنظومة رياضية نقدر نطلع من النزول اللي هو أو الدروب اللي الطبيعي يعني. ده فلكن المرة دي طالت شوية، يعني العملية زادت شوية، عمل يعني في قلق بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللعيبة، زي ما أنت ذكرت وكريم ذكر إن إحنا الهدف إن إحنا نكسب الثلاث نقاط أو في الكاس نروح لمرحلة زي امبارح مثلا من دور ال 16 لدور الثمانيه، لكن اللي جاي برضك يقلقنا احنا كفنيين، يقلقنا يعني لو هنتكلم مثلا على الجانب الشق الاداري والمنظومه، منظومه مجلس الاداره في الفتره اللي فاتت مش عايز اقول بيانات طلعت، لا تهديدات، والتهديدات كانت في صالح المنظومه بالنسبه للتحكيم والظلم اللي احنا وقع علينا الفتره اللي فاتت. كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه وحفزهم ان هم يرجعوا لطبيعتهم مره تانية، الجهاز الفني بيشتغل، مستر ريكاردو حط ايده على الطريقه، لكن استراتيجيه الطريقه لسه مش حاسينها او مش لسه هو البعض لمسينها. شايف ان الاداء ليس الاروع مع سواريش، يعني دور اللعيبه بقى. دور اللعيبه بقى اللي هو يعني محتاج وقفه، يعني اللعيبه لازم تساعدنا، لان اللعيبه ديت معظمها كان عايز فرصه، اللعبة ديت فيها بعض من الناشئين بيعتمد عليها الراجل اللي مش مؤثرين بصراحة، يعني بعض الخبرات اللي موجودة كمان لازم تساعد، فدور اللعيبة دور أكبر، لأن مجلس إدارة قام بالدور بتاعه والجماهير بتساند بشكل كبير جدا. الراجل الخواجة ريكاردو حط إيده على طريقة اللعب اللي تناسب الفترة دي والمجموعة دي، لكن التنفيذ بقى هنا دور اللعيبة، اللعيبة ليها دور كبير جدا. احنا أول مرة نتكلم عن اللعيبة او اول مره نقول للعيبه لازم تشد حكم اكتر من كده، مش حاسين بالروح الروح الفنيه الحمراء اللي احنا متعودين عليها. يعني لو حنقول الناشئين هم لعبوا في مباراه الاتحاد وثبتوا وجودهم، لكن في مباراه المقصه امبارح عايزين الثبات ده، مش عايزين يبقى مره فوق مره تحت، بالظبط، تذبذب غير مفهوم، تذبذب غريب الشكل. فبرضك اللعيبه عليها دور كبير جدا، وانا يمكن هنا بتكلم على اللعيبه لان بقيه المنظومه يعني ما شاء الله واقفه بشكل كبير جدا في ظهر اللعيبه، فاللعيبه لازم تحس باحساس المنظومه ككل، تحس باحساس الجماهير.